احنا دي السؤال اللي اي ام هتساله، سواء ام جديده ام قديمه، هتقولك ازاي اعود ولادي ياكلوا اكل متوازن وصحي ويبقى مقبول بالنسبه لهم، ويبقوش واكلين وهم متضررين وزعلانين. فعلا حيره كبيره جدا كل الاباء والامهات فيها، عايزين ناكل اكل صحي اكل متوازن، والاولاد بيشوفوا زمايلهم في النادي والمدرسه، وللاسف بتكون نوعيه الوجبات اللي بتتقدم بره البيت الفود ريفيوز بالظبط، والسوشيال ميديا بتجيب وجبات غريبه والدعايه. نصيحتنا دايما ان الاكل الصحي بيبتدي من البيت، الطفل بيجيد فن المحاكاه، يعني لازم ابتدي بنفسي كأب وكأم، لازم ابتدي بنفسي ان انا باكل اكل صحي، البيت بيتقدم فيه اكل صحي، لان انا كأم لو ما باكلش اكل صحي ومعتمدة على الفاست فود بسبب ان انا مرأة عاملة او ظروف شغلي او لا اجيد فن الطهي، فطبعا بالتالي الطفل هيطلع متعود على التست بتاع الاكل الجاهز اللي فيه نسبه الاملاح عاليه والدهون عاليه، وزي ما حضرتك قلتي للاسف هذه الاكلات بيكون ليها تاثير ضار وغالبا بتسبب السمنه للاطفال. فالاكل الصحي لازم يجي من البيت، ابتدي وانا مالي انا كبرت وجسمي اتبنى خلاص انا ذنبي ايه؟ بس طالما بقيتي ام اصبحتي مسؤوله عن جيل جديد لازم تعديه. إعداد الأطفال مش بالشيء السهل أبداً، لازم نبذل جهد عشان ابني يبقى سليم ويبقى تحصيله كمان في المدرسة سليم ولياقته عالية. أغلب الأمهات فعلاً ممكن تعمل الخضار والرز في البيت، ولكن الطفل ما عندهوش قبول لهذه النوعية من الأطعمة، فالأم بتبتدي تستخدم سياسة إجبار الطفل على تناول الطعام، العصبية، الضرب، بنلاقي فيه صراعات، ده حقيقي بيحصل، ومطاردات من الأمهات، ده للأسف بيجروا ورا العيال في البيت في النادي وفي البيت، بنشوف ده في كل الأماكن اللي فيها أطفال، هي للأسف بتربي جوه الطفل بالطريقة دي عقدة من الأكل أكتر، يعني بتخليه يعزف عن تناول الأكل البيت. الأم اللي تلاقي ابنها ما بيحبش صنف معين من الأكل مش من أول مرة تيأس، يعني أحاول أجدد في طريقة تقديمه، أقدمه بشكل جذاب بشكل شهي، أحاول أدمج أنواع طعام الطفل بيحبها مع أطعمة الطفل ما بيقبلش على تناولها زي الخضروات مثلا. دايما شكوى الأمهات الأطفال ما بيحبوش تناول الخضار زي الجزر الكوسة، بنقول لها حاولي اخفيه في مثلا بتعدي البرجر في البيت، نبشر مثلا على البرجر وانا بعده في البيت، اخلط الكوسه ابشرها الجزر والكوسه نفس وبتدي. القيمه الغذائيه لو اكل الجزرايه نفس القيمه الغذائيه، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني مش نفس القيمه قوي. ما هو طبعا لما ياكل ثمره بالكامل انا طبعا. مش اكيد مش هحط في البرجرايه ثمر الجزر بالكامل، ولكن اكيد هيستفاد من فيتامين ايه اللي موجود في الجزر، ابتدي اخلط بانواع الخضروات المختلفه، اقدر اعمل برجر، اعمل كفته، اعمل حواوشي للاطفال. وانا كمان هعمل البرجر في البيت، يعني اليوم اللي هعمل فيه برجر عشان اريح هعمل برجر في البيت. ما هو بالعكس البرجر البيتي برجر صحي، لان البرجر اللي موجود في السوبر ماركت كله للاسف هو ما فيهوش لحمه تقريبا، عباره عن فول صويا اغلبه، ده غير نترات ونيتريت الصوديوم اللي بيتم اضافتها عشان تدي المذاق واللون الاحمر وتدي الطعم الشهي للاكلات. عيب الاكل الجاهز ان هو طول الوقت شهي جذاب طعمه لذيذ، سهل الاعداد والتحضير وسهل الحصول عليه، وده لانه بيحتوي على المواد المضافه. يعني ايه مواد مضافه؟ المواد اللي بتحسن اللون والطعم والنكهه والدهون والاملاح والسكريات وغيرها من المواد، ولكن دي بمرور الوقت بيكون ليها سايد افكت وتاثير سلبي على صحه جميع افراد الاسره مش صحه الطفل بس. فلما احاول، والنهارده السوشيال ميديا ما فيش وصفه اكل مش موجوده، يعني لما الام تجتهد حتى في يوم اجازتها معلش والله يا فندم، بس خلينا بس واقعيين، بتتفرج على الوصفات دي وترجع تاني برضو للبسله والفاصوليا والحاجات دي.